الله يلا حيك يا مرحبا تفضل الله يحييك شمرك قطعناكم لا بالعكس الله يعطيكم العافية اي والله ابد انتهينا عطونا فزعتوا لنا بديك لا الله يا مرحبا بكم يا اهلا الله يسلمك يا رب الله يسلمك اليوم انقلبت الآية ولا هي الآية نفسها؟ لا لا هي نفسها هذه الآية الحقيقية لا العوام والخواتيم ها يلا حيوا الله يحييك الله يحييك يا اهلا دكتور معنا اليوم دكتور نايف العنزي والله نعم نعم ساري جراحة سمنة ما شاء الله تونا نحكي في رمضان والله جيت في وقتك الجيمات والامور اي والله عاد دكتور احنا عندنا حالات عمليه في حالتين لكن اليوم عندنا واحد بس ممكن ولا هذا بدايه توه والله كانه يوحي بس اني توني ضعيف ترى والله ضعيف ما من ضعف نضحك على بعض هذا اول سؤال دكتور نبدا معك فيه في معيار دقيق ضعيف ما من ضعف متى اكون محتاج عمليه متى اكون لازم اسوي رجيم صحيح هي طبعا احنا نحسبها ك كتلة جسم اللي هي نحسب فيها الوزن على بالكيلوغرامات على مربع الطول تربيع ف طبيعي من 25 اقل من 25 من 25 الى 30 تعتبر زيادة في الوزن ومن 30 الى 35 سمنة من الدرجة الاولى ومن 35 الى 40 سمنة من الدرجة الثانية اللي هي السمنة المفرطة ومن 40 الى 45 وهكذا فهي هي معيار نقدر نحدد فيها هل الانسان هذا هل هذا الانسان صاحب الكتله اللي هو 30 هل صاحب الكتله 35 او 40 هل هذا يحتاج انه يعمل عمليه او يروح للعمليه ولا لا في خيار انه مثلا انا اشوف في بعض الناس يعتبر العمليه صارت ترف ممكن اعالج بالرجيم بس ابى اسوي عمليه وارتاح هل الفكره دي موجوده ولا فعلا اللي يسوي عمليه هو محتاج للعمليه والله شوف يعني هم الناس الآن في الفترة الحالية زمان كانوا يأخذونها لا لمجرد علاج يعني أنا أبغى أتعالج لأنه أنا أعاني من سمنة كبيرة الحين صارت الحل السريع واحد يقول أنا سويت حمية وسويت رياضة وزهقت طفشت ما مو أنه ما نفع لا ما عندي جلد أني أنا أكمل وأقعد على حمية مثلا 5-6 شهور خلاص الأعصاب تقفل وما لي خلق لأحد أختصر الطريق أختصر الطريق وسوي عملية فياخذها من قاصرها من أول شيء يقول لك أنا ما سويت حمية لمدة شهر شهرين ما فادت معي خلاص أنا بسوي عملية فهي يعني لبعض الناس اعتبر الحل السريع ولها أعراض هي مستقبلية طبعا انت عارف اي شيء اي عمليه لها مميزات ولها عيوب انت ما تقدر تروح وتقول والله انا بسوي عمليه بس ما ترى ما ابغى يصير مضاعفات لا يمكن لو جاء مضاعفات من التخدير من مرحله العمليه مرحله ما بعد العمليه كل شيء كل جزء من دخلته المستشفى لين يطلع وهو معرض الى مضاعفات وانواع العمليات وش هي انا اعرف الكي التكميم القص والتكميم وما ادري ايش شوف هذا السؤال مهم لانه بعض الناس يعتبرها نفس الفكره في العيون يقول ليزك ولا ليزر ولا بيو ليزك اتخير انا هي تتخير ولا على حسب حالتك شوف اول شيء الخيار احنا لو بدينا قبل مرحله العمليات نتكلم نقول لا ليش انا بديتك في مرحله رجيم ومرحله رياضه هذه كبدايات هي العمليات نعتبر احنا اخر حل ممتاز خلينا نبدا دكتور بالصح فنبدا في مرحله ان جانا خلينا نقول جاء فلان من الناس ما بنتكلم لا ما نبي نتكلم عليه خلي طلع عندي جلد ان شاء الله فلو جبنا محمد وقلنا له وعنده كتله جسم مثلا 35 ولا 40 قلت له محمد لابد انك تبدا هل بديت على رجيم من اول؟ والله لا ما بديت لكن انا بسوي عمليه ما ينفع لانه ربما انك تنزل انت بالوزن قبل لا توصل مرحله العمليه فأول خطوة دائما في مرحلة نزول الوزن هي تبدأ في الرجيم وتبدأ في مرحلة الرياضة إذا كان عندك حاولت شهر شهرين 6 شهور والله أنت قاعد تنزل وتزيد تنزل وتزيد وهذا الغالب في السيناريو هنا نجي للمرحلة اللي بعدها يقولك أنا زهقت خلاص أنا أبي تشوف لي حل إيش الحل اللي موجود عندك يا دكتور الحل كالآتي إما نروح لأشياء عمليات تدخلات جراحية أو غير جراحية الغير جراحية طبعا احنا نقصد فيها اللي هو البالون وانواعه تدخلات هذه الغير جراحية الجراحية اللي هي نجي لمرحلة اللي هي حزام المعدة ونجي للتكميم وتحويل المسار تحويل 12 تحويل المسار مصغر كلها انواع عمليات هذه كيف انا احدد هل هذا هو المريض المناسب او لا طبعا لكل عملية لها عوامل معينة ابتداء من كتلة الجسم وانت طالع بالنسبة مثلا لو تكلمنا عن حزام المعدة في الأيام هذه ما صار يعطي نتائج جيدة
ومشاكله أكثر من فوائده. صح أنه ينزل في الوزن لكن نزول وقتي. والمشاكل اللي تصدر عنا أكثر من الفوائد على الفترة الطويلة. فنضطر أن بعد فترة إحنا نسوي إعادة عمليات سمنة اللي هي نشيل الحزام ونسوي تكميع ونشيل الحزام ونسوي تحويل المسار على حسب الحالة. ففي علامات معينة أن يحكمنا فيها في الدرجة الأولى اللي هي كتلة الجسم. إذا كتلة الجسم تساعد أنه يدخل مرحلة العملية فهنا نتكلم في العمليات المناسبة. تفضل. بشكل عام يا دكتور، طبعا هو الكلام مو بس الموضوع ما ينتهي عند العملية، عندنا بعض بعد العملية في موضوع التغذية، في موضوع بعضهم يروح لموضوع التجميل، بعضهم يروح في أفلام ثانية. أنا بسألك دكتور، لما قلت لي ببدأ من البداية، البداية دكتور وخلنا نبدأ من الأطفال. نعم. هذه المشكلة موجودة، مشكلة السمنة المفرطة هذه، وهل التدخل ممكن يبدأ من الطفولة؟ طبعا أنت تتكلم عن في السعودية، في بعض الدراسات اللي سوتها وزارة الصحة مؤخرا، يمكن آخر دراسة كانت في 2015، عندك 4 ملايين طفل يعانون من السمنة، زيادة الوزن والسمنة السعودية. على مستوى العالم، على بناء على إحصائيات وزارة اللي هم منظمة الصحة العالمية، أنك 42 مليون طفل معرض للسمنة. فلك انت تخيل طبعا. طيب الرقم هذا وش انعكاسه على مثلا على معدل اعمار المجتمع، على صحه الناس، على الامراض المزمنه؟ على طبعا شوف، انت تبدا يعني هذا، انت تتكلم عن انسان سمين بعد 10 سنين، بعد 20 سنه. فهذا اذا ما قدروا الاهل انهم يتمكنون انهم يعالجون الطفل في البدايات، حتى لو علاج، ما هو العلاج اللي احنا كطفل غالبا ما تروح التدخلات الجراحية. فاحنا نتكلم عن طريقة التغذية، نغير له في العادات الغذائية. في عندنا في المجتمع ثقافة انه الطفل اذا كان ابي اشوف طفلي متعافي خليه ياكل. فاي لو صار لنا سمين معناته امور طيبة. إيه صار نحيف، لا انت فيك مشكلة، خروف هذا خروف. اي يخافون، فلازم يغذونه، لازم يغذونه على اساس انه يسمن عشان هم يرتاحون نفسيا. يقول لك لا، هذا الحين مش ضحيه الطفل ذا. طبعا انا وجهه نظري، ودائما اتكلم حتى على مستوى على في تويتر او في السناب، دائما اقول ان مشكله الاطفال بالذات تبدا من البيت، او حلولها، حلول مشاكل السمن عند الاطفال تبدا من البيت. ودور الأب والأم والناس الكبار اللي موجودين في البيت هم اللي لهم الدور الأكبر في أنهم يقللون من سمنة الطفل على المستوى. طيب على طاري الأهل وزيك، هل ممكن أن السمنة تكون وراثة؟ صحيح طبعا، لكن ما نعول عليها كثير. يعني بس في حالات، في حالات لكن ما هي كثيرة. يعني ما واحد قاعد يأكل وما شاء الله يعني 4-5 صحون وتقول لي وراثة؟ لا، ما هي وراثة، هذه أكل يعني. واحد ناس كانت تعال تروح دكتور، بس 4-5 صحون والله كثير. أنا بجيب لكم مي بالله، شوف جسمي يا دكتور. شوف لا ما شاء الله ما شاء الله دكتور. الآن أنا مأسور في حالة الطفولة دي. نعم. لقيت طفل سمين، أشت الحلل، تسلم. الحلول يا دكتور، هل الاطفال يعني هل اتوجه اخصائي التغذيه واخصائي هذا جسم اخر يا دكتور؟ لا ما شاء الله رياضي كويس. لا السلام، هلا 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 ابو سلمان، الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. انا مأسور بحاله السمنه هذه، ووجدت فعلا يعني وجدت فعلا الطفل هذا في يعني في مشكله. الحل رجيم الشيبان، خبز بر وما تتعشى وفواكه وما ادري ايش، ولا في لا؟ شوف، خبز البر يلعب دور، لكن هي في ثقافه. الحين لما تروح للبندا ولا تروح للتميم ولا تروح السوبر ماركت بشكل عام، حتلقى اغلب الناس توجههم على خبز البر. لكن في الاخير الخبز البر يعني مقصود منه قطع صغيره. احنا ناكل خبز بر ما شاء الله الرغيف الكبير، تاكل 3-4 حبات منه وتقول لي رجيم؟ لا ما هو رجيم يا اخي، هذا غلط. هي بكميات معقوله، اعرف هي لانه فيها الياف اكثر، لكن هذا واحده من الاشياء الخطا. الشيء الثاني انك انت تحرم، الحرمان يدي ان الانسان ياكل بطريقه بنهم يعوض. بالضبط، يعني انت ممكن تقعد لك اسبوع وانت ما تاكل الاشياء بسيطه، بس قاعد تحرم نفسك. الجسم يحتاج سكريات، يحتاج بروتين، يحتاج جزء بسيط من الاي. ف
اذا انت ما اعطيت الجسم ما راح يمدك بالطاقه، ما راح تلقى نفسك هافت وطايح وما اخلاقك مره ضيقه، هتلقى نفسك مجرد ما ينفتح لك المجال تقول انا يوم في الاسبوع ابخر باكل يوم مفتوح. اي اليوم هذا حتلقاه يعوض حق خمسة ايام ولا ستة ايام راحت. طبعا هذا غلط، هذا يسموه الحرمان. فانت بالشكل هذا الخمسة كيلو الثلاثة كيلو اللي انت نزلتها فانت بتجيب فوقها ست. الحرمان يا دكتور، احنا بين الحرمان وبين موضوع انه فكرة انه بعض الناس يقول انا اوزع وجباتي فبدل ما اكل ثلاث اكل خمس، وهذا اكثر صحيا، وهذا ترجع للسعرات الحرارية وتوزيعها. بالضبط. شوف، هي انت اذا جيت للنظام الغذائي الصحيح تتقسم وجباتك الى فطور وغداء والى عشاء. بين الوجبات حلو انك تاخذ اللي هو السناكس، وجبات خفيفة. ليش؟ الهدف منها ما جت من فراغ، الهدف ان انا ما اصل من مرحلة الفطور الى مرحلة الغداء وانا جعان. فالتجويع هذا تجويع، هذا نوع من انواع التجويع، فلما توصل حتاكل بلا شعور. جميل. فالاكل هذا ما تحاسب انت وقتها، انت فيها دهون ما فيها سعرات ما يهمك، تبي تاكل بس. غير انها خلال الفترات هذه ممكن تجيك فتره تبدا تاكل الشوكولاتات. يجي واحد يقول لك انا ما اكل الا حبتين ثلاثه، لكن على جلسه واحده حبه حبتين ثلاثه غير محسوبه السعرات تلقاك اكلت 500 600. فلو تمسك حبه مربعه من الشوكولاته فيها تلقاها 400 الوحده. فالناس ما تحاسب حساب لهالشيء، تاخذ له اربع حبات، هذا طلعت بحوالي 1000 ولا 2400 سعره على بس الشوكولاته. بامكانك تاخذها كبروتين احتياج اليومي لامراه يمكن. بالضبط. فانت احتياجك اليومي يتوصل ما بين 2000 الى 2500 تقريبا. صح. طيب موضوع الغذاء يا دكتور، يفرق فيه موضوع انه بعض الناس عندهم قناعه انه مثلا المراه خاصه في وقت الزواج وفي وقت الحمل لازم تاكل بدون حساب، بعد الحمل بعد الولاده عفوا تشوف انواع الاطباق الطائره وغير الطائره موجوده الاكل، لانه يقولون في واحد ياكل معاك او بعد لازم تعوضين، وتجي موضوع مشاكل ما بعد الحمل. اتوقع انه في جزء كبير من عمليات التجميل تصير للنساء بعد الحمل عشان موضوع الترهلات وال وال وال، ويقول القضيه من الحمل ومغفلين جانب الاكل اللي تم هرسه في الفتره ذيك كلها. طيب هذه يعني ثقافه مجتمع عندنا ان الوحده في فتره النفاس لازم الاطباق عندها بما فتح ورزق. فالهدف انه لازم نغذيها، لازم ترد لها عافيتها، لازم طبعا تطلع لها ب 40 كيلو بعد فتره. صحيح. 40 30 يوم ولا 40 يوم تطلع. إيه؟ من الحمل ولا بواقي. إيه؟ وش اسمه تجمع سوائل. إيه؟ لكن ما يحسبون للاكل اللي ياكلونه فتره، يعني واحده جالسه وعندها كل ما شاء الله الاكل الدسم وتجي زعلانه بعدين انا سمنت. وما في ثقافه المشي. يعني انا يعني معليش يمكن الناس ينقدون على هالشيء، لكن بيقول لك والله الجو انا وما اعرف ايش، لكن احنا يعني انا جت فتره من الفترات انا عشت في كندا وعشت في امريكا وشفنا يعني نساء بعد الولاده زميلات عمل بعد الولاده تقوم وترجع للعمل مباشره، ما كان ما تقول هذه والده. فهي ثقافه ترى هذا الشيء مو بس هناك، يعني اظن يعني جداتنا كانوا قريب بالضبط تولد صحيح تولد تقوم تحطب على صحيح على تكمل الطبخ. لا السؤال وش يا دكتور، الفرق انه في رياضه قبل واستمرت الرياضه، يعني في تهيئه ولا الموضوع هو ثقافه بس اعتقاد فقط؟ اعتقد لانه الهدف انه مثل ما تفضلت انت قلت ان اولا زياده كميات الاكل اثناء الحمل على اساس انه انت التغذيه ما هي بس لك، التغذيه لك ولطفلك عندك. صحيح صحيح. وطبيعي ان المراه الحامل تزيد في الوزن اثناء فتره الحمل، وهذا الى 12 كيلو الى 15 كيلو متوقع. لكن لما كل ما زاد الشيء هذا كل ما اثر على الطفل. فانت لو زادت مثلا كتله جسم المراه اثناء الحمل حتؤدي مثلا ارتفاع عندها في الضغط، مشاكل في السكر، وهذا كلها يكبر حجم الطفل ويسوي له مشاكل صحيه اثناء الولاده، فهذه تؤثر على تلك. ايضا فيما بعد الولاده انه مثل ما قلت لك ان احنا تاكلها على اساس انه كمان تعوض عن مرحله النفاس، وهذا طبعا كيلو سعرات حراريه تضاف وكيلوات تضاف على الوزن وتسوي لها مشاكل. اذا سمحت لي دكتور، اذا ايش الضابط؟ ايش الصح؟ يعني قلنا اثناء فتره الحمل ممكن يزيد وزنها 12 كيلو، لكن لو اللي قاعده تقيس سعراتها الحراريه فعليا كم تزيد الكمية أثناء فترة الحمل؟ أنه أنا طبيعي مثلا أكل 1800 كامرأة أتكلم، هل
الى 2400 2500 في ضابط معين عند مدروس؟ طبعا هذه يمكن اكثر من يفيد فيها اللي هو اطباء النساء والولاده واللي هو سووا لك